النهاردة رجعنا لكم بالحلقة الثالثة من انمي جيتسو كايسن، واللي هيكون فيها احداث حماسية وجامدة جدا. فقبل ما نبدأ يا ريت بقى تدعمنا بلايك وتشترك في القناة، وما تنساش الصلاة على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. في المرة اللي فاتت شفنا غيتو اللي بيواجه راجل عجوز ومخططاته الشريرة وبينجح في القضاء عليه، وغوجو كروي اللي بيلاحقوا ريكو وعاوزين ينقذوها من الخطر. والمرة دي بنشوف غوجو اللي بيجري وبيقتحم الكنيسة على الطالبات وهو بينادي على ريكو، وبيتفاجئ بنظرات الطالبات اللي بتتوجه ناحيته. وفي الوقت اللي ريكو بتكون متفاجئة فيه بيهجم عليها اصدقائها في الفصل اللي بيكونوا مغرمين بغوجو وسامته، وبيكون بالنسبة لهم بطل احلامهم واللي لسه طالع من رواية خيالهم. وفي الوقت اللي غوجو قاعد بينفذ طلباتهم وريكو متضايقة بسبب استحواذه على قلب اصدقائها وبتشد في شعرها، بتقاطعهم المدرسة واللي هتتكلم مع غوجو في الاصول وانه ما ينفعش يقتحم مقر الطالبات حتى لو كان هو قريب ريكو. ولما بيعتذر لها غوجو بوضعية مثيرة كده سرعان ما بتطلع ورقة وبتدي له رقمها، فبتضايق الطالبات من تصرفها جدا، وريكو بتكون قاعدة مش فاهمة اللي بيحصل في المكان ده. بعدها بياخدها غوجو بيهرب من المكان، وفي الطريق بيشيلها غوجو لانها بتكون ضعيفة ومش قادرة تجري، وبيعرفها انهم هيروحوا لمدرسة الجيتسو علشان الطالبات وباقي الناس ما يتأذوش. ومع احباط ريكو لانها مش هتعرف تودع اصدقائها بصورة كويسة، بيكون بيراقبهم الراجل الشرير التاني واللي بيكون شايف ريكو مجرد 30 مليون بيتحركوا على الارض ومستعد يستحوذ عليها باي طريقة، وبيكون واضح عليه كده انه مهووس بالقتل. بس هيروح فين في اللحظة دي؟ بتقابل كروي الشرير المقنع ابو كرتونة ده، وبتهجم عليه بالمقشة اللي كانت في ايديها، وبيحاول الشرير انه يقضي عليها ولكنها بتتفادى ضرباته القوية دي، وبتهجم عليه بهجوم ساحق في المنطقة الخطيرة وبتوقعه على الارض، وبتقول انها تقضي عليه لانه بيستهدف ريكو اللي زي عيلتها. في الوقت ده بيظهر ايادي من الارض وبتقبض على المقنع الشرير، وبنكتشف ان غيتو هو اللي استخدم اللعنات علشان يقضي عليه. ولما بتسأل كروي عن مكان ريكو بيعرف غيتو اللي بيكون في الوقت ده بيتكلم مع غوجو في التليفون انهم في طريقهم لمدرسة الجيتسو. في اللحظة دي بيستخدم المقنع الشرير سلاحه السري وبيختفي من المكان، وهو بيقول انه من المستحيل انه يتخلى عن ال 30 مليون بتوعه. ومع اختفائه المفاجئ غيتو بيحذر غوجو وبيعرفه انه مختلف عن العجوز اللي كان بيواجهه، وبيبلغه ان في مكافأة معروض على راس ريكو قدرها 30 مليون، وتم نشر المكافأة دي على الانترنت بسرية تامة، والمكافأة تنتهي بعد يومين الساعة 11 ولازم يكون حذر وفي الطريق. في الوقت ده بيكون المقنع وصل لغوجو، مش بس كده لا، ده كمان بيكون في منه اربع نسخ بيحوطوه من كل مكان. ولما بيدرك غوجو مختلف باقي مستخدمي اللعنات بيعرض عليه انه انضم ليهم، ولكن المقنع الشرير بيرفض وبيصنع نسخه منه، وبينقض المقنع للهجوم على غوجو بكل قوته، ولكن في الحقيقه غوجو هو اللي بيطيره في الهواء وبيخبطه في النسخه بتاعته، وبيكون المقنع مذول من التقنيه اللي غوجو استعملها علشان يطيره في الهواء بالطريقه دي. ولما بتتكلم ريكو بسبب حيرتها لانها مش عارفه تحدد مين النسخه ومين المقنع، بيستعد المقنع وبيهجم على غوجو، فبيوضح لها غوجو اللي بيبعد ريكو وبيوقف الهجوم من غير ما يتحرك انهم كلهم نسخ وفي نفس الوقت هم الجسد الحقيقي، لان المقنع بيقدر ينقل نفسه في اي نسخه بكل سهوله. وغوجو بيعرف المقنع انه عرف التقنيه بتاعته وانه لسوء حظه عنده اعين بتتحكم في اي شيء حواليه، وعلشان كده بيقرر يوقف هجماته من غير ما يحرك ايده حتى، وباستخدام تقنيه عينه اللي اسمها اللانهائيه يقدر يجذب ويتحكم في اي حاجه حواليه بسهوله. في اللحظه دي بيبص غوجو على المبنى الزجاجي وبيتحرك في اتجاهه باستخدام تقنيته، بيقبض على المقنع وباستخدام تقنيه تابعه اللانهائيه بيظهر ضوء غريب جدا مره واحده بسبب تقنيه غوجو الملعونه، ولكن للاسف بيلغيه في اخر لحظه وبيدي للمقنع لكمه بتجيب اجله، وغوجو بيكون مستاء لانه ما قدرش ينجح في اتمام تقنيه تابعه اللانهائيه. في الوقت ده ريكو بتكون مستغربه من تصرفات غوجو الغير طبيعيه، ولما بتمسك تليفونها بتلاقي رساله فيها صوره كروي اللي تم القبض عليها. بعدها بنشوف غيتو اللي بيعتذر لانه غلط لما غادر المكان بعد ما كروي طلبت منه انه يتحرك بسرعه ويسيبها علشان يروح يساعد غوجو وريكو، وكل ده لانها مش عاوزه تعطله. وبيكون غيتو متضايق لانه ما توقعش ان العدو اللي بيلحق ريكو يغير خطته مره واحده ويستهدف كروي، فبيهديه غوجو بيعرفه ان الموضوع بسيط، لكن المشكله اللي هتواجههم هي ان العدو هيحاول يستغل الرهينه اللي معاه وهيطلب استبدال كروي بهدفه الرئيسي وهو ريكو، او ممكن يطلب منهم انهم يقتلوا ريكو كمان. في اللحظه دي بتصعق ريكو من كلامه وبيقول غوجو ان طالما كروي معاهم فهم هيحددوا مكان المقابله، وبيقرروا انهم يرجعوا ريكو لثانويه الجيتسو لانها امن مكان في الوقت الحالي، وهيستبدلوا شوكو ويخلوها تبقى ريكو. فبتقاطع ريكو المحادثه الاستراتيجيه دي وتوضح لهم انها تروح معاهم لانها عاوزه تطمن على كروي اللي تعتبر عيلتها الوحيده، فبيزعلها غوجو بيقول لها انت عارفه معنى الكلام اللي بتقوليه والخطر اللي ممكن يحصل، فبترد عليه ريكو بكل ثقه انها تروح معاهم، وبتبدا في البكاء لانها مش عاوزه تبدا عمليه الاندماج قبل ما تودعها. فبيبص غوجو وغيتو لبعض كده وبيقولوا لها ان المجرمين اللي خطفوا كروي هيتصلوا بيهم قريب جدا، ويا ريت ما تعطلهمش في اثناء المهمه. وفي ذلك الوقت بتمسح ريكو دموعها بكل حماس وهي مستعده لمواجهه الموت، وكمان غوجو بياكد عليها
انها هتقابلهم مخاطر كبيره جدا ومش هيقدروا يحموها كالمعتاد. وفي اليوم الثاني من اختطاف كوروي بنشوف عمليه الانقاذ اللي تمت بنجاح وتحولت لرحله صيفيه في اوكاينو. وفي اثناء استمتاعهم بالرحله بتتكلم كوروي معاهم وتعرفهم انها محرجه جدا لان تم هزيمتها على ايد عضو من منظمه الوعاء الزمني والغير مستخدم للعنات. فبيواسيها غيتو اللي بيعرفها ان بسبب هزيمتها هو الهجوم المفاجئ اللي العدو عمله عليها. وفي الاول وفي الاخر هم كانوا هيتحملوا مسؤوليه غلطتهم وعدم حمايتها. فبتقول كوروي انها مش مصدقه ان هجوم مفاجئ لانها كانت حذره جدا بعد ملاحقه منظمه الكي وريكو، الا انه مع حذرها ده ما حسيتش بهجوم العدو عليها. وبتسالهم عن الطريقه وصلوا بيها بالسرعه دي ازاي لان ركوبهم الطياره هيكون خطر على مهمه الحمايه. فبيقول لها غيتو ان غوجو اتاكد من هويه جميع الاشخاص اللي ركبوا الطياره سواء من المسافرين او العمال، وبيعرفها انه يستخدم اللعنات علشان يطير ورا الطياره لانه ما بيحبش حد يحدد طريقه. وبيكون غيتو مستغرب بسبب اختيار المجرمين وكاينو بالتحديد. فبتستنتج كوروي اللي بتفكر معاه انهم من الممكن عاوزين يوفروا وقت ويعطلوهم. وفي النهايه بتتوصل كوروي انهم من الممكن عاوزين هجوم عليهم في المطار اثناء رجوعهم. فبيقول لها غيتو ممكن تكون دي خطتهم بالفعل، بس في الحقيقه هم مش الاشخاص الوحيدين اللي انضموا في مهمه الانقاذ. وبنشوف اتنين من ثانويه الجيتسو وبيتضح انهم في السنه الاولى من المدرسه، وبنكتشف ان العبوس ده اسمه كينيت والمبتهج ده اسمه يو، ومع السياق كينيت والمكتئب المعتاد ده بيتكلم مع يو بابتهاج انه عاوز يشوف غيتو علشان يوريه مهارته الجديده. وكمان بيكون سعيد لان غوجو وغيتو بينقذوا حياه شخص بريء. فبيقول له دكتور مكتئب انه ممكن تحصل عاصفه دلوقتي وما نعرفش نرجع للمدرسه. في الوقت ده بنشوف غوجو وريكو اللي من الواضح انهم بيستمتعوا مع بعض ومش لاقين حاجه يتنمروا عليها لدرجه انهم بيبداوا يتنمروا على الحيوانات البحريه. وعلى الجانب الثاني بيكون غوجو اللي بيتكلم مع كوروي متردد لانهم قبلوا المهمه لرحله الصيف. فبتوضح له كوروي ان غوجو هو اللي طلب منهم انهم يستمتعوا بوقتهم شويه، فبيعرفها ان دي هي طريقه غوجو علشان يسعد ريكو. بس من الواضح كده ان جت لحظه المغادره وبينادي على غوجو علشان يرجع للمدرسه. ومع نداء غيتو قطعته للعب غوجو مع ريكو بيكون الاثنين متضايقين بسبب انتهاء متعتهم الخاصه، وبتقترح عليهم ريكو انهم يغادروا في الوقت اللي بعد ده. والاول مره بيوافق غوجو على طلبها وبيعارض غيتو وبيقول له انهم لو فضلوا في اوكاينو بدل طوكيو هيكون في عدد مجرمين اقل بيستهدف ريكو. وبيعلي غوجو صوته بيكمل كلامه انهم لازم يوفروا طاقتهم في الوقت الحالي. فبيروح غيتو عند ودنه كده في هدوء بيقول له انا عارف انك بتستخدم تقنيه الكشف بتاعتك من اول ما وصلنا للجزيره لحد دلوقتي، ولو فضلت على الحال ده مش هتعرف تنام حتى. فبيطمنه غوجو وبيعرفه ان دي اقل حاجه عنده ومفيش داعي للقلق بما انه مش موجود معاه. في اللحظه دي بنشوف غوجو اللي بيكون سعيد هو وغيتو، وبعدها بيتجولوا في الانهار وبيتناولوا الطعام وبيستمتعوا بوقتهم. وفي اليوم التالت بنروح لمدرسه الجيتسو وبالتحديد على قمه جبل موشيرو، وبيكون تم الغاء الحاجز على ريكو علشان تدخل للمدرسه بسهوله. وفي اللحظه دي بيوصل الفريق ومعاهم غوجو للمدرسه وبيقول لهم انهم يستريحوا بما انهم دخلوا المدرسه وفي العديد من حواجز الحمايه اللي بتحميهم. وبيكون الجميع اخيرا مرتاحين فعليا بسبب انتهاء المسؤوليه. وبينهي غوجو تقنيته بيقول ان لحسن الحظ انتهت المهمه لان جاله عقده من الجلوس مع الاطفال. وعلى غير العاده بيوقف غوجو كلامه مره واحده، وبنشوف غوشيرو العدو الشرير صاحب الاستراتيجيات الخطيره واللي بيطعن غوجو بسيفه في ظهره بهجوم مفاجئ. وبيتصدم الجميع من اللي هم شايفينه ومن اللي بيحصل لانهم داخل حواجز الحمايه بتاعت الثانويه ومع ذلك العدو اخترقهم. في الوقت ده بينظر غوجو لفوشيرو وبيساله عن نفسه، فبيرد عليه فوشيرو بيقول له مفيش داعي للقلق وانه مهتم بيه لانه من الاشخاص اللي ما بيهتموش بالاشخاص العاديين. في الوقت ده بقى بنشوف ماضي فوشيرو اللي هو في يوم من الايام راح علشان يشوف غوجو صاحب الاعين الاسطوريه لانه كان عاوز يكتشف سر قوته والشائعات اللي بتدور عنه. ومع ملاحظه غوجو لتواجده في المكان في الوقت ده كانت المره الاولى والاخيره اللي حد قدر يكتشف وجوده في الخلف، وعلشان كده قرر انه يستنى لحد ما غوجو يستنزف قوته ويهجم عليه. وغيتو ما بيقدرش يشوف البيست فريند بتاعه وسيفه مخترق جسده، فبيستدعي لعنته بيهجم بيها على فوشيرو بكل ما يمتلك من طاقه. وبيتحرك غيتو بسرعه في اتجاه صديقه غوجو اللي وقع على الارض علشان يساعده، فبيوقعه غوجو وبيبتسم رغم تألمه وبيقول له انه كويس. ومع انه ما استخدمش التقنيه بتاعته في الوقت المناسب الا ان اعضائه الحيويه ما فيهاش اي ضرر، وكمان عزز الطاقه بتاعته علشان ما يتعرضش لاصابه من السيف في المستقبل. وبيقف غوجو من تاني على رجله وبيقول لغيتو ان المهم دلوقتي هو حمايه ريكو، وبيطلب منهم انهم يتوجهوا لمكان عمليه الاندماج وهو هيتولى القضاء على الشخص الغامض ده. في الوقت ده بتتحرك اللعنه بتاعت غيتو من جديد، وغيتو بيحذر غوجو بيامره انه يخلي باله من نفسه. فبيقلع غوجو النضاره بتاعته وبيقول له انا عارف الطريقه اللي هتعامل بيها مع الشخص ده. في الوقت ده بيتم القضاء على لعنه غيتو وبيتم اختراقها بوحشيه جدا. وبيتحرك في شغله وبيكون معاه لعنه جديده وهالته والطاقه اللي حواليه بتتغير، وكمان بيلاحظ غوجو انه بقى معاه سيف جديد. وبيكون في شغله متضايق بسبب اختفاء ريكو من المكان، وبيقول لغوجو وهو طاير في السماء انه كان بيتمنى انه يقضي عليه من اول هجمه ولكن شكله كده بقى راجل عجوز. فبيرد
عليه غوجو بتوتر انه عبيط لان المكافاه تم الغائها ومفيش داعي انه يلاحق ريكو. فبيقول في شغل الغوجو: اخيرا فهمت يا عم الذكي، انا بقى هو الشخص اللي حاطط المكافاه دي اساسا، وبما انهم ما عندهمش اي نقاط ضعف فهو حاول يخدعهم وكانه عاوز يقضي على ريكو في وقت محدد. وبما انه حدد وقت القضاء على ريكو فهو استنفذ قوه غوجو، والخطه اللي عملها دي لانه استنتج ان غوجو مستحيل يوقف تقنيته والمهاره بتاعته طالما في خطر موجود وبيهدده. واثناء كلام فوشيغرو بيقطعوا هجوم غوجو الخارق للطبيعه، ومع زول فوشيغرو الا انه بيتفاداه في الوقت الحاسم، وبيكون غوجو مصدوم من قدره فوشيغرو اللي ملهاش حدود، ومع انه ما عندوش طاقه ملعونه الا ان سرعته كبيره جدا وتحركاته غير طبيعيه ومن المستحيل انه يقراها او يتوقعها حتى. وفي اللحظه دي بيهجم فوشيغرو على غوجو بحركات مذهله وخرافيه، بس على مين؟ غوجو بيتصدى لهجومه وبيواجهه، بس فوشيغرو بيبعده عنه، وبيبدا غوجو في التفكير ان الشخص ده عارف قدراته لانه استخدم هجوم منخفض وحركات مدرسيه تم التخطيط ليها علشان يتفادى التقنيات بتاعته. ومع محاوله غوجو لتشويش الخصم بتاعه الا ان هو اللي بيتم تشويشه بسبب اختفاء خصمه من المكان، ما بيشعرش بيه او بطاقته او باي حاجه خالص، بس لحسن الحظ بيلاحظ انه بيتحرك حواليه بسرعه كبيره جدا. فبيقرر غوجو بما انه ما عندوش اي خيار تاني انه يستخدم كل طاقته ويدمر المنطقه المجاوره ليه ويحولها لحطام حرفيا. وبيقول كده العدو مش هيلاقي مكان يستخبى فيه او يهرب ليه. وفي الوقت ده بتظهر اللعنات صغيره، وبيستنتج غوجو انها كانت مخزنه في اللعنه اللي مع فوشيغرو، واطلقهم في الوقت الحالي علشان يشتت انتباهه ويعيق رؤيته. ومع نجاح خطه فوشيغرو بيظهر مره واحده جنب غوجو بيهمس في ودنه وبيهجم عليه، وبيغير فوشيغرو سلاحه للمره الثانيه، وبتظهر معاه اداه ملعونه اسمها الرمح المعكوس، وبيخترق بيه رقبه غوجو بكل وحشيه. وبتكون ميزه الرمح ده انه بيوقف التقنيه الملعونه اجباريا، ومع اصابه غوجو البليغه بيعجز عن النطق او الحركه، وبينقض عليه فوشيغرو بلا رحمه، وبيبدا ضربه وطعنه بقوه مهوله، وبيتعرض غوجو لمعاناه غير طبيعيه والم غير محدود. وفي النهايه بيقع غوجو كالجثه الهامده في الارض بدون حركه ولا نطق، ومع تناثر دمائه في جميع انحاء المكان بيكون فوشيغرو اللي ربنا ياخده ده بدون اي اصابات بعد المعركه. وعلى الجانب الثاني في اسفل مدرسه الجيتسو بنشوف ريكو وهي على وشك اتخاذ خطواتها الاخيره للبدء في عمليه الاندماج. وفي اللحظه دي بتنادي كروي عليها وبتعرفها انها مش مسموح لها تتقدم اكتر من كده، وبتقاطعها ريكو اللي بتودعها وبتحضنها مع عيون باكيه وبتعرفها انها تفضل تحبها للابد. وبيكون غيتو واقف بيتفرج على اللي بيحصل. بعدها بيتقدم هو وريكو للمقر الرئيسي وبيتم فيه انشاء حواجز للحمايه، وبيقول لها غيتو عن الطريق اللي هو المفروض انها تسلكه علشان توصل لمكان العمليه، وبيعرفها انها توصل لمكان محمي بحواجز حمايه مكثفه، والشخص المدعو بس هو اللي هيقدر يتخطاها. وفي النهايه بيقول لها انها ممكن تتراجع وتروح لبيتها مع كوروي وتعيش حياتها الطبيعيه. فبتتفاجئ كوروي من كلامه، فبيعرفها غيتو ان في الوقت اللي بيتم تكلفهم بمهمه حمايتها المعلم وضح لهم بصوره غير مباشره ان عمليه الدمج هتكون عباره عن محو ذات الشخص مش مجرد اندماج عادي، ومن الواضح انه مش عاوز المهمه دي تتم علشان ريكو ما تموتش، لكنه فضل المراوغه في الكلام عن التصريح بمشاعره. وعلشان كده قرر هو وغوجو في حاله عدم ارتياح الوعي لعمليه الاندماج فهم هيلغوا المهمه. ووقتها غيتو بيقول لغوجو انهم لو الغوا المهمه فممكن يواجهوا تنغنسامه في النهايه، فبيرد عليه غوجو انهم اقوى منه مفيش داعي للخوف، وبيكمل كلامه مع ريكو بيعرفها انهم هيحترموا قرارها مهما كان وهيحاولوا يساعدوها. فبتفكر ريكو في انها بعد اكتشافها لانها شخص مميز اعتبرت ده شيء عادي، ومع وفاه والدها في حادث مروري ومن وقتها وهي فقدت الامل وافتكرت انها مع مرور الوقت واندماجها مع تنغنسامه هتترك الجميع وتنسى احزانها، ومع ارادتها الشديده في انهاء حزنها ووحدتها الدائمه، الا انها في الوقت الحالي عاوزه تفضل على قيد الحياه وتستكشف الجوانب المختلفه من العالم. وبتبدا في البكاء بكل حزن وبتنهار الدموع من عينيها، وبتقول انها عاوزه تفضل على قيد الحياه مع الجميع. فبياخد غيتو بايديها علشان يرجع بيها للمنزل، ومع ابتسامه ريكو لطيفه ورفع ايديها علشان تصافح غيتو بتخترق رصاصه راس ريكو، بتطير الدماء في كل مكان، وبيتصدم غيتو من المنظر وما بيكونش مصدق اللي هو شايفه. وفي تلك اللحظه بيتكلم القاتل الوحشي في شغله وبيقول ان خطته على وشك الانتهاء، وغيتو بيلف في اتجاهه بيقول بغضب: انت بتعمل ايه هنا؟ فبيقول في شغله وهو مبتسم ابتسامه متعجرفه وشريره انه موجود هنا لانه قتل غوجو بنجاح. فبيستدعي غيتو ولعنته بدون تفكير وبيامره انه يستعد لموته. فهل يا ترى غيتو هينجح في القضاء على فوشيغرو وصاحب القوى المدمره والغير طبيعيه، ولا هيعجز عن خدشه حتى زي ما حصل مع غوجو؟ وهل هي دي نهايه غوجو ولا ايه اللي هيحصل؟ كل ده عاوزك تخمنه وتكتب لنا رايك في الكومنتات عن حلقه النهارده. وقبل ما تقفل بقى عزيز المشاهد ما تنساش اللايك بتاعك والاشتراك في القناه علشان يوصلك كل جديد، ويلا سلام.